والآن معي من القدس متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية والوليد أبو حية. بالنظر لموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي صوتت بأغلبية 120 صوت لصالح المشروع العربي، أي حرج دبلوماسي يشكل هذا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لحملة العلاقات العامة لتسويق روايتها على مستوى العالم؟ مساء الخير. أولا، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أولا هو غير ملزم، وثانيا هو قرار سياسي منحاز للجانب الفلسطيني أو لجانب حماس. هذا القرار لا يشمل حتى شجب واحد لما قامت به حماس في 7 أكتوبر. دعينا لا ننسى كيف كل هذه الأمور قد بدأت في الصباح 7 أكتوبر الأسود. ليس هناك أي شجب، أي تحميل مسؤولية لحماس. هذا قرار طبعا سياسي لا غير. لذلك إسرائيل ترفضه رفضا قاطعا. أين كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وأين كان الأمين العام للأمم المتحدة عندما كانت حماس تستعمل المدنيين كضروع بشرية، تبني قدرات عسكرية تحت المشافي وتحت المدارس في قطاع غزة، تهاجم إسرائيل بالصواريخ العشوائية على المدن الإسرائيلية؟ هذه ليست جولة أخرى من الاشتباكات بين حماس وإسرائيل كالذي عاهدناه في الماضي. حماس منذ العام 2007 هي حركة إرهابية تحكم قطاع غزة، وهي تبني قدرات عسكرية تريد أن تضرب بها المدن والقرى الإسرائيلية. منذ ذلك الحين وحتى اليوم أكثر من 30,000 صاروخ أطلقت من قطاع غزة على مدن إسرائيلية. لولا إسرائيل، لولا القبة الحديدية ولكن الدفاع الجوية في إسرائيل لكان هناك آلاف القتلى من المدنيين الإسرائيليين. الجمعية العامة قراراتها غير ملزمة، ولكن هي تعكس إلى حد كبير الموقف الدول اللي تدعم هذا الطرف أو تصدق هذه الرواية من عدمها. هناك كان إشارة إلى مسألة المدنيين من الطرفين، ولكن بالنهاية هل خسرت إسرائيل المعركة إعلاميا؟ إسرائيل التي تدفع في هذه الأثناء حسب مختلف التقارير ملايين الدولارات من أجل تسويق روايتها ومن أجل إقناع الرأي العام العالمي في وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا دليل على الفشل أو على عزلتها؟ بل هي مختبئة خلف الفيتو الأمريكي. أنا لا أعتقد ذلك. فيتو ليس هناك في الجمعية العامة فيتو أمريكي. في الجمعية العامة القرارات عادة تكون سياسية. في الجمعية العامة هناك أغلبية مطلقة وفورية للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية بأي قرار. حتى لو قدموا للجمعية العامة الآن قرار بأن الأرض مسطحة، المجموعة العربية سيحظى بأغلبية في الجمعية العامة. هذه قرارات سياسية تصوت عليها دول، تصوت عليها حكومات. نحن ما نسمعه من الدول الغربية وغير الغربية، حتى من الدول العربية، هناك ومن أناس نحن نستقبل العديد من الرسائل الدعم، لأن حماس مرة أخرى هنا المعادلة هي ليست متساوية. هنا ليست إسرائيل مقابل دولة أخرى، هي إسرائيل هي عضو في الأمم المتحدة منذ 75 عاما، وهي تحارب حركة إرهابية داعش غزة. حماس هي حركة كحركة داعش، وبما أن تم القضاء على داعش وتم القضاء على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية، هذا ما سيتم الآن مع حماس. ليس هناك أي تساهل مع حركة إرهابية. طيب أستاذ وليد، ولكن طبيعة الرد والانتهاكات للقانون الدولي، وهذا فيه إقرار حتى من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في دعواتهم بشكل مباشر لإسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني في المعارك، لكن بالمقابل أليس هناك نوع من المغالطة عندما تقول أن الجمعية العامة أغلبها دول عربية ودول إسلامية؟ نحن نتحدث عن أكثر من الثلثين صوتوا لصالح مشروع القرار هذا ويدعون إلى وقف إطلاق النار وإلى هدنة إنسانية وإلى إدخال المساعدات. لديك الصين، لديك روسيا، لديك فرنسا صوتت لصالح مشروع القانون. وبالتالي هنا أعود مرة أخرى أنه حتى الأطراف اللي كانت تدعم إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر، بالنظر لطبيعة الرد والخسائر في صفوف المدنيين، هل بدأت تنزف من ناحية العلاقات العامة والصورة؟ لا، كلا. مثلا تصويت فرنسا أو غيرها مع هذا القرار، هذا لا يعني أن فرنسا وقفت دعمها لإسرائيل. الرئيس ماكرون كان واضحا جدا خلال زيارته لإسرائيل. كل الدول، حتى الدول التي صوت مع هذا القرار، الدول التي لها علاقات مع إسرائيل، هي تلعب هنا أو تقوم هنا بدور سياسي معين لإرضاء الطرفين، لكن في الحقيقة هي تدعم بحق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي، إسرائيل هي ملزمة للقانون الدولي، هناك تتم مراقبة لكل عملية إسرائيلية تقوم بها حسب القانون الدولي، هناك كل وحدة إسرائيلية في الجيش هناك لها مرافق قانوني يرى أن ليس هناك أي خرق لأي القوانين الدولية، بينما الطرف الثاني هو منظمة إرهابية قامت بذبح وحرق واغتصاب وخطف الأبرياء أطفال ونساء. هذا لا يمكن أن يكون في لديك أكثر من 7300 قتيل فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، حرمانهم في إطار حصار مطبق. يعني هذا تقارير الأمم المتحدة ومنظمات عالمية، والأمين العام للأمم المتحدة تحدث أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي أستاذ وليد. لكن الآن اللافت أنه مع قطع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة، هل ترغب إسرائيل بعزل غزة والمواطنين عن الصورة ونقل هذه الصورة للخارج في ضربها وتكتمها على ما يجري ويدور هناك؟ من أين لك أن إسرائيل قطع الاتصالات عن قطاع غزة؟ هناك حركة أو شركة جوال الوحيدة أعتقد أن اتصالاتها عن قطاع، لكن لا أدري ما السبب، لكن هذا ليس مهم. إسرائيل هي التي تتحكم أستاذ وليد، إسرائيل هي التي تتحكم. إسرائيل خرجت من قطاع غزة منذ العام 2005، وبما ذلك زودت بزلت حتى هذه الحرب. إسرائيل استمرت في تزويد قطاع غزة مجانا بدون مقابل بالكهرباء والماء. هناك 3 معابر كانت شغالة بين إسرائيل وقطاع غزة، رغم أن حماس هي حركة إرهابية تحكم قطاع غزة. مرة أخرى، ليس هناك أي تساوي أو توازن بين إسرائيل وحماس. إسرائيل تحاول أن تحمي المدنيين، حماس تحتمي بالمدنيين. هذا فرق شاسع بين إسرائيل وبين حركة حماس. إسرائيل هي تضرب حركة حماس، إسرائيل هدفها هو القضاء عسكريا وسياسيا على حركة حماس، حتى لا نشاهد ما شاهدناه في 7 أكتوبر مرة أخرى. صدقيني أنا بعد انتهاء هذه الحرب وبعد انهاء حركة حماس، الغزيين سيتنفسون الصعداء من هذا الوحش الذي جثم على صدورهم منذ العام 2007. حركة حماس هي حركة لا تختلف عن حركة داعش، هي مدعومة من نشوف هذه المنطقة، ونحن ندعم ونرى من يدعم حماس، نرى ما هي أيديولوجية حماس، نرى ماذا تريده حماس. حماس مرة أخرى هي ليست عضو في الأمم المتحدة، هي حركة إرهابية. أنا أستغرب من كل هذا الدعم الذي تلقاه حماس. أنا أعتقد أن هذا ليس دعم حقيقي، بل هو مجرد ضريبة سياسية للرأي العام العربي. أستاذ وليد، ماذا عن المدنيين؟ والإسلامية وغيرها. ماذا عن المدنيين وعن تهجير المدنيين؟ أكثر من 90% من المدنيين تم دعوتهم إلى النزوح إلى أماكن آمنة في قطاع غزة ونزحوا إلى أماكن آمنة. ليس هناك أماكن آمنة، يعني الأمم المتحدة نفسها تقول ليس هناك ملاذ آمن داخل القطاع. الأمم المتحدة تقول ما تشاء، لكن هذا لا لا لا, لا يعطي. يعني يجب أن نصدق الرواية الإسرائيلية ولا نصدق الأمم المتحدة؟ نحن نرى ونثبت ونري للعالم. ليلة أمس فقط وضحنا للعالم أن هناك مركز قيادي، أكبر مركز قيادي للعمليات في قطاع غزة تحتله حماس، وتحت مستشفى الشفاء. هذا تعلمه الأمم المتحدة. ماذا فعلت الأمم المتحدة حتى الآن؟ الأمم المتحدة قامت حماس بانتهاك مدارس الأنوروا في الماضي، قامت حماس بإطلاق صواريخ من قرب من مقرات الأمم المتحدة في الماضي، وكل هذه التقارير رفعناها الأمم المتحدة. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة طمنت رأسها بالرمال حتى الآن، والآن هي تستيقظ وتأتي باللوم على إسرائيل. طب أستاذ وليد، حتى في هذه النقطة، ما الذي يقول القانون الدولي؟ لأنه إذا كانت حماس تتخذ المدنيين والمقرات والمؤسسات الحيوية دروع بشرية أو منطلق لأسلحتها، إذا ما صدقنا هذا، حتى بالطرف المقابل استهداف إسرائيل للمشافي والمدارس وهي آهلة بالمدنيين يختبئون فيها، هذا يجعلها شريكة في الجريمة ومخالفة للقانون الدولي. إسرائيل لم تستهدف حتى الآن أي مدرسة أو أي مشفى في قطاع غزة. أعطيني مشفى واحد استهدفته إسرائيل في هذه المعمداني الحرب. مشفى المعمداني؟ لا، المعمداني أثبتنا لكل العالم، حتى البي بي سي قاموا بالاعتذار مما نشره قبل ذلك. قدمنا معلومات استخباراتية لكل العالم أن ما حدث في المعمداني هو سقوط صواريخ الجهاد الإسلامي التي أطلقت على إسرائيل بسبب عطل فني هذا أو غيره، سقطت في محيط المستشفى وليس على المستشفى أيضا. طيب، هذه الأدلة يجب فحصها
وقفه حسب الدوليه. لحظه بس دولية. بس ثانيه واحده وحسب المخابرات الاوروبيه عدد القتلى في مستشفى المعمداني بين 10 و 50 قتيلا وليس 500 قتيل. هذا ليس هناك اي مصداقيه لمصادر حماس. ما حماس في مأزق، حماس تحاول ان تضلل العالم، او حماس تحاول ان تنشر معلومات، ولكن هناك حرب في اطار حرب هذه المعلومات. عندما تتحدث انه من قصف المعمداني، طبيعه الخسائر، كان هناك تشكيك حتى في عدد المدنيين اللي قتلوا، لدرجه انه اضطر وزاره الصحه في قطاع غزه لكشف ب قائمة الضحايا بأرقامهم وهوياتهم وما إلى ذلك. الآن نتحدث عن الاتصالات، ربما حتى أنت تنفي هذه المسألة، بينما لدينا شركة المراقبة نت بلوكس اللي مقرها لندن تؤكد أن مشغل الإنترنت الرئيسي في المنطقة اللي هو بالتيل تعرض لأضرار، وخاصة في خطوطه الدولية. معظم المراسلين في العالم حاليا يقولون أن المدنيين داخل غزة لا يستطيعون التواصل أو الإطمئنان على بعضهم البعض، ناهيك عن العالم الخارجي. أنا لا أنفي مرة أخرى، لا أنفي، لكن لا أخذ المسؤولية عن كل هذه. إسرائيل مرة أخرى لا تستهدف المدنيين في غزة، إسرائيل لا تقصف مواقع مدنية في قطاع غزة، إسرائيل تقصف المواقع التي يتم منها قصف صواريخ على إسرائيل والتي يختبئ فيها حماس في الأنفاق. ليلة أمس كان هناك العديد من القصف في الأنفاق تحت مدينة غزة. هذه ليست أنفاق للمترو في غزة، هذه أنفاق تستخدم على يد حركة حماس الإرهابية لإطلاق صواريخ والاختباء المسؤولين. أين هم هؤلاء أبطال حماس؟ أين هم الآن؟ يختبئون في هذه الأنفاق، يختبئون خلف المدنيين، يختبون في العمارات المكتظة بالسكان، يختبون تحت المشافي، يختبون تحت المدارس. هل هذه حماس التي تريد أن تحارب إسرائيل؟ في 7 أكتوبر ما فعلته حماس يجب أن تدفع ثمنه حماس. هذه فاتورة كبيرة جدا يجب أن تدفعه حماس. في غضون 4 أو 5 ساعات تم ذبح وحرق وقطع رؤوس واغتصاب واختطاف 1400 مواطن إسرائيلي في بيوتهم في يوم السبت، في يوم عيد مقدس لدى اليهود، وتم خطف أكثر من 220 منهم، عشرات الأطفال، الطفل عمره 9 أشهر تم خطفه على يد حماس، مسنين أكثر من 85 عاما عمرهم. نحن لا ندري ما وضعهم الآن وكيف يشعرون. عائلات بالكامل أبيدت في بيوتها، في ملاجئها، في غرف نومها على يد حماس. هل اعتقدت حماس أن هذا سيمر مر الكرام؟ لا أعتقد أن هناك أي دولة في العالم، كانت عربية أو مسلمة أو غربية أو أي دولة أو شرقية أو روسيا أو الصين، أي دولة في العالم ممكن تتحمل. بالمقابل كان هناك يعني هجوم كهذا عدد كبير من المدنيين ومن الأطفال من الجانب الفلسطيني كذلك قتل وشرد. نحن نأسف مرة أخرى على المدنيين من أي طرف كانوا، للأسف. مرة أخرى على المسؤولية تقع على عاتق حماس. طيب للأسف بدأوا بهذه، هم من يحتمون وراء المدنيين، هم من يستعملون المدنيين كذروع بشرية، وهم من يتحملون كل مسؤوليتها. شكرا لك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية وليد أبو حيا من القدس، كنت معنا.